عليك عليك. افتح افتح الباب هذا، افتح الباب لمني. خيرات خيرات والله خير كبير والله الحمد لله وخيرات النعمه الله يبارك والعين ان شاء الله تكون زين. انا جيت من منيعه صار جينا من عند فلاح خيرات كبيره الله يبارك ورانا مدينا ان شاء الله نكتب رب العالمين لبويرة عين بسام نكتب رب العالمين خيرات كبيره ما شاء الله ربي يبارك ويحفظ ان شاء الله من كل بلاء ويحفظ بلادنا ان شاء الله وربي يحفظكم انتم بثناكم قائمين معنا والتعب تعبنا مش ما تعبناش ولكن على بلادنا نتعبوا ونزيدوا نتعبوا ما نحبسوش. عم كيلو؟ كاين 1000 كيلو. كاين 1000 المسيلة وزد حق كاين واحد 1150. ايه رانا ان شاء الله نسعى ونخدموا ان شاء الله على جال بلادنا وعلى جال بلادنا ووطننا ان شاء الله واليوم وغدوه للابد نموتوا ان شاء الله. زيد فضلك اخويا السلام عليكم. انا سائق شاحنة جيت من ولاية المنيعة. الوجهة هنا ولاية البويرة العين بسام. جبنا القمح هذا نتاع البلاد نتاعنا. الله يبارك. سنة يعني ربي يبارك عام خير وعام يعني ما شاء الله والحمد لله الدولة تاعنا راها قائمة وإحنا قائمين ومن المنبر هذا إن شاء الله إن نحيي عمال الديوان كل. أنا عندي 14 سنة ما شفتش الخير اللي جاء ربي يبارك العام هذا ربي يبارك إن شاء الله إنتاج وفير إن شاء الله وش نقول لأخوي إن شاء الله ربي يقوي لنا الخير ويحفظ لنا بلادنا. معك حباس عمر مكلف بمصلحة الاعتماد التجاري بتعاونية الحبوب والخضر الجافة لولاية البويرة. أنا في عملية استقبال الحبوب المكثفة الديستيناسيون تاعها اللي جاية من ولاية الجنوب خاصة المنيعة مسيلة ولغواط وتعاونية الحبوب والخضر الجافة لولاية البويرة وفرت كل الوسائل التقنية والبشرية استقبال هذه لإنجاح عملية الاستقبال، استقبال الحبوب الموجهة من عدة ولايات إلى ولاية اللي هو تعاونية الحبوب لولاية البويرة. وتعاونية الحبوب لولاية البويرة جندت كل الوسائل البشرية والتقنية لحسن استقبال ونحن على أتم استعداد لسير العملية لسير الحسن لهذه العملية.